اوكي، مرحبا، معكم راني. نحن بهذا الفيديو راح نوضح او نفهم العالم والشباب شو يعني الفرق بين functional programming language و imperative programming language. بالعربي الامبيراتيف معناها لغة حتمية أمرية، اوكي. بالعربي functional معناها لغة وظيفية، اوكي. فإذا هون بتكون حتمية، وهون بتكون وظيفية، تمام. هلأ احنا هون مش جايين ان يعني نفهم يعني الفرق بين السي والهاسكل. هلأ ليش من هدول اللغتين؟ سي بلس بلس هي يعني زي ما بقول عبوز المدفع تبع الامبراتيف. اول ما شيء بفكر واحد بيجي بباله امبراتيف بروجرامينج لانجويج بشكل عام، اكثر اللغات فيها يعني هي البطل الاول تبع القصه كلها هو بيجي سي وسي بلس بلس، وبعدين في عندك جافا وباسكال وخلافه، اوكي. هلا كبرمجه وظيفيه اول شيء واحد بفكر فيه هو لغه الهاسكل، تمام. وفي كلوجور، في سكالا، في كتير لغات، اوكي. بس اكتر شيء ماشي مع قوانين البيور يعني انه تكون هي بيور فانكشنال بروجرامينج لانجويج، يعني كتير ماشي مع امور الفانكشنال بروجرامينج لانجويج قوانينها، انه لحتى تصمم لغه فانكشنال اكتر شيء هي الهاسكل، اوكي. واكتر شيء حتى تمشي بلغه امبيراتيف في عندك سي او سي بلس بلس. طيب هلا لما المثال اللي انا ماشي عليه عم نحل نفس المساله باللغتين، وشوفوا طريقه الوصف او كيف يعني التعبير عن الحل، اوكي، باللغتين، اوكي. هلا المساله اللي عم نعملها هي انه كيف نحسب الفاكتوريال. الفاكتوريال هو عباره انك تجيب الارقام من الواحد، بدا من الواحد للرقم اللي انت بدك اياه، اوكي، وتضربهم ببعض، اوكي. يعني 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 ضرب بتخلص للرقم اللي بدك اياه. ففاكتوريال للرقم هو هذا، اوكي، انك تضرب الارقام من الواحد للرقم اللي بدك اياه، اوكي. هلا خلينا نشوف كيف سي وسي بلس بلس بتصرفوا في مقابل الهاسكل، وشوف كيف الهاسكل يعني بتلخص الامور، اوكي، كثير. طيب هلا هلا بتقول هون مثلا include IO stream، يعني خلي يطلع، بدي مكتبه تعمل لي الطباعه، اوكي. بالهاسكل هاي الاشياء بتجي دغري من قلب البرنامج، اوكي. مع البريلود في شغله اسمها بريلود دغري بتتحمل، انت هون لازم تذكرها، اوكي. بعدين هاي using namespace std، هاي شغله بس مشان تمشي، ما تضلكش تكتب هون std نقطتين هيك، اوكي. خلص بتعمل using namespace std cout مشان يطبع. فهون ولا شيء عم نعمل print دغري، اوكي. بعدين هون شوف مثلا بدي اعمل انا function، اوكي. بيكون الطريقه كيف بتصير، انك مثلا بتقول لما يكون الان 0 رجع 1، اوكي. لما يكون الان مش 0، اوكي، رجع شو قيمه الفاكتوريال، بتصير الان ضرب الفاكتوريال اللي قبله. يعني انت هلا هيدي من هون هيك كلياتها ضربها، تمام. هيدي هي كأنك قلت فاكتوريال تبع، يعني تجيب الان تحطها على اليمين على اليسار، ضرب فاكتوريال لان ماينس 1 للان اللي قبله، يعني المضروب كلياته لحد قبل الرقم اللي انت بدك اياه، فبتضرب بعدين الرقم اللي بدك اياه، اوكي. طيب هلا فعشان اجيب الرقم اللي بدي اياه، اوكي، برد بطلب الفانكشن مره ثاني لحد ما تنقص 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 تتعوض الفاكتوريال وتصير الان بتساوي صفر، بعدين بصير رجع واحد، بعدين هو بروح بيضربهم كلياتهم بالاخر، تمام. فهون عم بطبع انا الفاكتوريال لحد ال 25، اوكي. فعندنا هون هيدي، شايفين كيف كل شيء بيعمل نوع من تغيير حاله الان، اوكي.
لكن هون لا، هون بالوصف لاحظ، بس بقول لك انه فاكتوريال صفر بتساوي واحد، اوكي. هون بقول لك فاكتوريال اوف ان بيساوي ان تايمز فاكتوريال اوف ان ماينس 1. طيب يعني هون ما في شيء اسمه مثلا مثل السي في ريتيرن، اوكي. ريتيرن يعني صار عم بتغير انت بحاله الفانكشن او بقيمه الفانكشن كل شوي. هون ما في تغيير لقيمه الفانكشن، هون بالوصف. عرفت شو الفرق بين فانكشنال والحتمي؟ اوكي، او وظيفي وحتمي. وظيفي بس بتذكر الفانكشن وذكر انه في عندي هيك وفي اشياء بتشتغل هيك. هون لا، هون بتقول له بس يصير هيك اعمل هيك، بس يصير هيك اعمل هيك، بس يصير هيك اعمل هيك. عرفت شو هالفرق بين الامبيراتيف والفانكشنال؟ اوكي، الفرق بين الحتمي او الامري والفانكشنال. هذا الشيء بيعني انك انت بالسي واللغات اللي شبهها بتكون يعني زي اللي حامل الكمبيوتر انت وبتقول له وين يروح وين يجي، اوكي. هون بالهاسكل انت بتطلب من الكمبيوتر هو يحل المساله، مش انت عليك تحل المساله، انت بس عليك تقول له هيك في عندي واصطفل، انت دبر حالك، اوكي. فهذا هو الفرق. فهون بالهاسكل ولا شيء، قاعد عم اعرف له فانكشن بياخذ رقم صحيح، بيرجع رقم صحيح، اوكي. خلاص بس انه في عندي فانك، عندي انا عم خبره في عندي لما تصير الامور صفر، اوكي، لما تصير الان صفر حطه واحد، ولما يكون عندك ان شي رقم ان مثلا بندخله احسبها، جيب الان واضربه بالفاكتوريال اللي بعده، هو بس شو يعوض 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 لحد ما يوصل لصفر بيساوي واحد، اوكي. وبالاخر هون هيدي المين، شايفين السكشن تبع المين، نفس السكشن المين اللي هون، اوكي. فيعني عاد ما في، انا حاولت اوضح الفرق، اوكي. طبعا نحن عندنا هون كمان بالهاسكل بيعتبروا انه اي شيء مش يعني اي شيء بيتعلق بالانبوت اوتبوت هو شيء مش فانكشنال، اوكي، شيء براني، هذا جاي من برا، اوكي. ف لانه بالفانكشنال ممنوع تتغير حاله المعلومه، يعني ما فيكش تقول والله مره اكس بتصير، ما فيك تقول مثلا مره اكس بتساوي 3، اوكي، ونفس الوقت تجي تقول اكس بتساوي 4، هيدي ما فيك تعملها، ما في عمليه تعيين بالطريقه الناس يعني بالافتراضي بالهاسكل موجوده، اوكي. فهي هي الاشياء اللي لها علاقه بالسي والسي بلس بلس والهاسكل والامبيراتيف والحتمي، اوكي. كمان في شغله بالامبيراتيف انه بشكل عام في وايل وفور، يعني فيك مثلا تقول له اوكي فور اي انت اي، اوكي، من 0 لحد مثلا اي ليس ذان 10، اوكي، او ليس ذان 11، خليها 10، اوكي، ليس ذان او ايكوال 10، خليه يبلش مثلا من الواحد، اوكي، وتقول له اي بلس بلس، يعني ضلك زيد على الاي، اوكي. هاي ضلك زيد على الاي من مبدا الهاسكل مش موجوده هاي، اوكي، هالفكره هاي، حط ما بدك كود هون، تمام. ف وواي لوبس، اوكي، من مبدا الهاسكل، اوكي، من اساس الهاسكل، يعني زي ما اول واحد بيجي على باله، اوكي، مثلا تقول وايل يعني مثلا تقول له كمان هون مثلا تقول له اي بلشت بصفر، اوكي، وتيجي بعدين تقول له انه بينما اي less than 10 less than or equal to 10، اوكي، اي بلس بلس، يعني ضلك ضيف على الاي، اوكي. فهي التعليمتين الفور، اوكي، الفور والوايل، حتى اللي تحصل عليهم بالهاسكل ما بتحصل عليهم بالشكل المباشر، يعني ما انه من اساسيات اللغه مثل ما هي بالسي وبالباسكال وبالجافا. بدك تعمل شيء زي تعمل شيء زي هيك امبورت، اوكي، كنترول او مونا دوت كنترول، والله ناسي، المهم اوكي، هلا بشوف لكم اياها، بس الفكره فيها انه
شايفين بدك تستعمل هدول اوكي، بتعمل كنترول دوت موناد اوكي، بتصير تستعمل انه الفور لوب والفور والوايل لوب اوكي. يعني هنا جايين صايرين اكثر كانهم مكتبات تمام، مش جايين من اساس اللغه اوكي. فهذا هو احد الفروق اوكي، ويعني ارجو تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الشرح البسيط اوكي، والسلام.